تم التأجيل صارت جملة نسمعها بشكل دوري بداية من العام الماضي وحتى الآن، وممكن جدا الوضع يستمر، والسبب طبعا معروف للكل، فأغلب التأجيلات حصلت بسبب العزل والحجر وظروف العمل عن بعد، واللي تقلل من إنتاجية استوديوهات تطوير الألعاب وبشكل كبير، وبالتالي حفاظا على سلامة الموظفين وعشان يتأكدوا من إصدار ألعابهم بالشكل المطلوب. فتأجيل مواعيد الإصدار هو الحل الوحيد أمامهم، وفي هذا الفيديو وعشان نعيد ترتيب الأمور والمواعيد جمعت لكم كل الألعاب اللي تم الإعلان عن تأجيلها لحد الآن، سواء اللي تم تأجيلها الموعد محدد ومعروف أو اللي تم الاكتفاء بخبر التأجيل بدون ذكر موعد جديد. عشان يكون الوضع مرتب وواضح خلونا نمشي بالترتيب الزمني ونبدأ مع الألعاب اللي تم تأجيلها وحصلت على موعد إصدار جديد. فالتجربة الثانية اللي راح تكون حصرية بشكل كامل للبلاي ستيشن 5 بعد ريميك ديمون سولز هي لعبة ريتيرنال. الخطة الأصلية كانت انه 19 مارس يكون موعد بداية رحلة الكوكب الغريب، لكن لصقل اللعبة بأفضل شكل ممكن قررت بلاي ستيشن وستوديو هاوس مارك انهم يأخروا الإصدار لمدة 40 يوم تقريبا، والموعد الجديد صار 30 أبريل. وبما انه جدا قريب والاستوديو أكد انه التطوير انتهى واللعبة أصبحت ذهبية، فخلاص بشكل شبه مؤكد اتجاوزت مرحلة الخطر. في الشهور الثلاثة القادمة المتتالية كان من المفترض أن يكون في إصدار حصري لبلاي ستيشن في كل شهر، فبين ريتيرنال في أبريل وراتشت في يونيو الحصرية المؤقتة من استوديو أركين التابع لبثيسدا ديث لوب موعدها السابق كان في 21 مايو، الموعد اللي كنا متوقعين انه راح يثبت لانه الفترة الاخيرة شفنا عدة عروض من اللعبة اعطتنا انطباع انه العنوان شبه جاهز، لكن بيان التأجيل من الاستوديو وضح انه من اجل الحفاظ على سلامة الموظفين ورغبتهم في اصدار اللعبة بالشكل اللي يتماشى مع رؤيتهم لها، فكانت اسباب كافية لاتخاذ قرار التأجيل. يذكر انه هذا ما هو التأجيل الاول للعبة بعد ما كانت الخطة الاساسية انها تصدر على نهاية 2020 وبعدها الربع الاول من 2021 21، والآن الموعد الأخير صار 14 سبتمبر القادم على أمل أنه يكون التأجيل الأخير. ومستمرين مع ألعاب الشوتر من منظور الشخص الأول وتحديدا مع لعبة قتل أمواج الزومبي التعاونية واللي مفترض تكون الخليفة الروحية Left 4 Dead مع لعبة Back 4 Blood. فسابقا وعلى حسب الاستوديو الهدف كان انه صيف 2021 يكون موعد الاصدار، لكن لنفس الاسباب من الرغبة في تحسين التجربة وسلامة المطورين تم اتخاذ القرار انه الاصدار يكون في 12 اكتوبر القادم. اما اللعبة الاخيرة اللي تم تأجيلها وعندنا فكرة تقريبية على الاقل حول موعد الاصدار فهي حصرية اكس بوكس المهمة جدا هيلو انفينيت، فبعد ما كانت مفترض تكون من العاب اطلاق اجهزة اكس بوكس الجديدة وبسبب ردود فعل السلبية حول عرض اللعب اكس بوكس وستوديو 343 اتخذوا القرار الصعب والجريء انه يترحل موعد الاصدار لعام كامل تقريبا، وحاليا الاستوديو اكد اكثر من مرة انه خريف هذا العام يعني بين سبتمبر ونوفمبر 2021 هو موعد الاصدار اللي مخططين عليه، ومن نشراتهم الدورية الأخيرة فبشكل كبير راح يتمكنوا من الحفاظ عليه إذا ما حصلت مفاجآت جديدة. أما بقية الألعاب الموجودة معانا في هذا الفيديو فإما تم تأجيلها ولحد الآن ما في أي موعد جديد أو ألعاب تم ترحيلها للعام القادم أو أكثر، فبدلا من 2021 أصبح 2022 هو موعد صدور ألعاب وورنر بروز غوثام نايتس التجربة الجديدة في عالم باتمان لكن بدون باتمان وهوغورتس ليجاسي اللعبة المبنية على العالم السحري من كتب وأفلام هاري بوتر، والأسباب هي نفس الأسباب اللي أدت لكل التأجيلات حسب بيانات الاستوديوهات من الرغبة لتقديم أفضل تجربة وحاجتهم للمزيد من الوقت لتحقيق رؤيتهم والحفاظ على سلامة موظفيهم. وأيضا اللعبة الأخرى المبنية على كتب وأفلام لقصة سحرية وخيالية Lord of the Rings Gollum حصلها نفس الكلام مع ترحيل موعد الإصدار لمدة عام. 2022 أصبح أيضا الموعد الجديد للعبة السباقات الحصرية للبي اس 5 Gran Turismo 7، والسبب على حسب كلام سوني التأثير اللي طالهم من انتشار كوفيد وجعل التأجيل قرار إجباري. موجة التأجيلات ما طالت فقط ألعاب العام الحالي والماضي بل حتى ألعاب 2022، لأنه على حسب الكثير من الأخبار عنوان كابكوم الجديد كليا براغماتا كان مفترض أنه يشوف النور في 2022، لكن بسبب مشاكل التطوير أصبح 2023 هو الموعد الجديد.
أما محبين لعبة السباقات الشهيرة Need for Speed، وبسبب تركيز الاستوديو حالياً على دعم استوديو دايس في عملهم على باتل فيلد، أصبح موعد توفر الجزء القادم من Need for Speed ما بين أبريل 2022 ومارس 2023. بالإضافة لهذه التأجيلات اللي تمتد على الأقل لمدة عام، فيوجد ألعاب كان مفترض تصدر في الشهور القادمة أو حتى الماضية وتم تأجيلها بدون خبر عن أي موعد جديد. فأهم ألعاب يوبيسوفت المنتظرة مثل الجزء السادس من فار كراي والجزء الجديد من رينبو سيج ما زال وضعهم مجهول. فار كراي مثلا كان مفروض انه في فبراير نلعبها، لكن وبسبب اللي حاصل في العالم تم التأجيل، والحد الآن ما في شيء أكيد. غير تسريبات تكلمت انه خريف هذا العام هو الموعد اللي تستهدف يوبيسوفت لهذه العناوين، وايضا ريميك برنس اوف بيرشيا، ومن بعد تأجيلين من يناير لمارس ومن مارس لموعد غير معلوم، فما في خبر أكيد عن الموعد الجديد. لعبة أخرى حالياً في وضع غير واضح أبداً هي Vampire Bloodlines 2، فبسبب مشاكل في التطوير تم تغيير الاستوديو المكلف بالمهمة، ونظراً لحجم العمل المتبقي فتم الاكتفاء بذكر أن الخطة الأصلية بإصدارها هذا العام تم إلغائها، وحتى الطلب المسبق للعبة تم إيقافه. التأجيلات ما هي خاصة بألعاب جديدة، فحتى مخططات المحتويات الإضافية لبعض الشركات اتأثرت بشكل كبير. فتوسعة الجزء الثاني من ديستني The Witch Queen كان مفترض تكون التوسعة الضخمة الثانية للعبة من بنجي ضمن خططهم الجديدة للعبة، وكان هذا العام هو موعد الإصدار، لكن بسبب المعتاد 2022 صار الموعد الجديد. وسيدي بروجكت ريد اللي قصتهم قصة مع التأجيلات واللي ياريتهم استمروا فيها ويكون إصدار منتهي وكامل لسايبر بانك، فكل مخططات التوسعات الإضافية المدفوعة والمجانية تم تأجيلها، والسبب هو تركيزهم حاليا على إصلاح اللعبة أولا مع التحديثات وتوفير ترقية الجيل الجديد لسايبر بانك والجزء الثالث من ذا ويتشر. للأسف وبشكل كبير ممكن جدا ما تكون هذه الموجة الأخيرة من التأجيلات، مع ذكر الكثير من المختصين في الصناعة أنه اللي حصل العام الماضي راح يأثر بشكل كبير على خطط الاستوديوهات لأعوام قادمة، واللي زاد من صعوبة وتعقيد عمل الشركات أنه بالإضافة لكورونا وكل اللي حصل فترات الانتقال بين جيلين من الأجهزة تكون أصلا صعبة ومعقدة بحد ذاتها، ومع العمل عن بعد كل شيء صار أصعب على المطورين وبكثير. ناهيك أنه تطوير الألعاب قصة معقدة في أحسن الظروف، ما بالك مع كل هذه التعقيدات. لهذا السبب شخصيا أفضل الانتظار والصبر على لعبة دسمة ومطبوخة بالشكل الصحيح، أفضل من لعبة مستعجلة وغير منتهية ما زال ناقصها الكثير من المكونات عشان توصل للجودة المطلوبة. عموما إذا استمرت موجة التأجيلات ووصلت لألعاب أكثر فرح تلاقي التلخيص هنا، سواء مع الأخبار الأسبوعية أو في فيديوهات خاصة. وإذا تبغى تعرف الألعاب اللي لحد الآن أكيد راح تصدر في 2021 فشوف الفيديو الخاص بهذا الموضوع على بلاير 1. وعشان يوصلك كل هذا المحتوى المتنوع والمستمر عن الألعاب وعالمها فعليك بالاشتراك وتفعيل الجرس، وكالعادة شكرا على المشاهدة.